بناتي بين تحزن عنا وضعن بليل ما يرحم بناتا حدر وين وشاهي شاهد بناتا بناتا يدخلهن زجر ديوان ميه يدخلهن زجر ديوان الشاعر الأستاذ علي الإبراهيمي. تخيل مولاتي زينب شو تقول؟ تقول ما ظلت إخواني ولا باقي صيواني، ما ظلت إخواني ولا باقي صيواني، انترست غرب قاع الله والهيمة ولا شف عرف ينصب إلي خيمة، انترست غرب قاع الله والهيمة ولا شف عرف ينصب إلي خيمة. صلوا على محمد وآل محمد. ما ظلت إخواني ولا باقي صيواني، ما ظلت إخواني ولا باقي صيواني، انترست غروب قاع الله والهيمة ولا تشف عريف ينصب إلي خيمة، انترست غروب قاع الله والهيمة ولا شف عريف ينصب إلي خيمة، ما ظلت إخواني ولا باقي صيواني، ما ظلت هلا بيك إي بوي أعلى إي ولا باقي صيواني، انترست غروب قاع الله والهيمة ولا تشف عريف ينصب إلي خيمة، انترست غروب قاع الله والهيمة هلا بيك هلا ولا تشف عريف ينصب إلي ضاق الهوى بطفنا يناوى، ضاق الهوى بطفنا يناوى، من راحة وإخواني من راحة وإخواني، ما ظل ستور يحمي الخدور
محترق صيواني محترق تستحي مني الضوى حرام بالبربلة خيمة وغطى تنام كم طفلة نامت والستر ظلام وكم فارس المرغثنا بالكلام ما توسي واخوانه يحرسون عدوانه ما توسي واخوانه يحرسون عدوانه كل الحرام صاحن يا ابو الشيمه ولا تشف عرفين صب الي خيمه. احسنت احسنت وبوركت. نعم هذا هو الصوت الاول الذي جاء من عمق الحزن. اتعلمون ماذا نسمع هناك عندما تمر على قصب محافظة ميسان في العمارة؟ تسمع وشوشتها تقول بهذا الدعاء: اللهم اجعلني ملاكا في خشب منابر الحسين. فحتى القصب هناك يلهج بذكر الحسين. أحسنت وبوركت ومرحبا بك. نعم نسمع ملا عمار. يعني ما أعتقد ملا أكو تعليق عند ملا عمار، بس خليه راجع. بس أكو ملا عمار عند الشغلة يريد يقلها إلى هالسيد اللي ورا البرنامج، شو تقول ملا؟ والله احنا يعني الشغله اذا فنيه بنحكيها هنا، بس اكو فد موضوع ان شاء الله بعد المسابقه. صوت جميل ومتكامل، تحتاج بعد اشياء بسيطه على الجلسه القادمه ان شاء الله تعالى. خاصه بصوتك مو خاصه بالتعليمات كلها. صوتك صوتك بعد بي اكثر، اكو اشياء خاصه بيك اكثر، جماليه اكثر، وكنا جميعا مستانسون بصوتك الجميل. احسنت الله يحفظك. احسنت وبوقت. نراك ان شاء الله نجما في هذه المسابقة.